مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم احنا عند احد اهم المعالم والسكابتشرز الموجوده في اوتوا، اسمه مامز. بني في سنه 1999 من قبل الاركيتكت لويس بورغوز. طبعا الهدف منه زي ما انتم شايفين هذا، يعني موقع قدام الناشونال جاليري تبعت كندا. زي ما انتم شايفين مبني من الستيل، وفي طوله تقريبا 30 فيت وعرضه 33 فيت. زي ما انتم شايفين جوا هو في 32 بيضة من الماربل يمثلوا الحاضنة تبع الأم. هذا يعني منظر جميل ورائع جدا وخيالي، يعني لو تقتربوا منه، احنا هيك في وسطه. كثير ناس تيجي بتتصور هون لأنه منظره جميل جدا، يمثل الأم والأمومة، عشان هيك سموه اسمه ماميز. طبعا مكان يعتبره الجميع من أحلى الأماكن أو أحلى السكولتشر اللي بنيت في مدينة أوتوا، لأنه له تمثيل وضخم جدا. يعني أنا حورجيكم الآن حجمه، زي ما انتم شايفين أنا تحته، رائع جميل جدا. تعالوا تصوروا عنده واستمتعوا، ومرحبا فيكم في أوتوا والمامز. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.